مبسوطين ان احنا نكون في حضرة الرب. خلينا نغمض عينينا اللحظات. قول يا رب وجهك نطلب. احنا مش مستنين حضورك لان هو حضورك اوريدي جوانا، لكن عايزين نتفاعل مع الحركة معاك، عايزين نتفاعل في ترانيمك، في كلمتك. جايين نطلب حضورك في المكان. يا رب جايين وجوانا اشتياق ان انت بتسمع. بالدخول إلى العرش، إلى مجدك، من أجل نعمتك، من أجل محبتك. بنرفع ليك النهاردة، بنقدم لك ليك يومنا، وبنقول لك ما أحلى حضورك. لست بمسيرك معنا نمتاز عن جميع الشعوب. اشكرك لان احنا متميزين. جايين بنغني ليك، بنقول لك نفسي تغني يا مخلصي. بندخل عرش النعمة وبنجد فداء، بنجد شفاء. ما أعظمك أنت قدوس، مجدك ملء كل الأرض. نفسي تغني يا مخلصي ما أعظمك. ليك المجد، ليك الكرامة، ليك السجود. Thank you.
يسوع حي فيا. يا رب جايين لك وبنقول لك ما أحلى حضورك في وسطينا. أشبع من خير بيتك. واحدة سألت منك أن أسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك.
كل سجود اشكرك لاني في محضرك بيهرب كل حزن بيهرب كل ضيق بيهرب كل تنهد امامك شبع من السرور في يمينك نعم تدوم الى الابد انت مستحق كل المجد مستحق كل سجود كل ركبه تسجد ليك كل لسان يعترف بيك خلي حضورك يملى علينا يا يسوع النهاردة افتح عينينا يا رب لكي نشوفك النهاردة بيتكلم عن عارفين ملوك الأول 17 بيتكلم عن مين؟ عن إيليا كان صوت الرب لإيليا بيقول له لما صلى إن السماء ما تمطرش ثلاث سنين تلت بس قال له روح كده لمكان وأنا أمرت هناك الغربان أن تعود وبعد فترة كده راح منادى عليه وقال له إيليا قوم وروح لأن أنا أمرت إن في امرأة أن تعولك ترتيبه يعني غربان تأكلك أنت يا رب مش تقدر تديني على طول طب أنا يمكن هروح للأرملة دي يمكن هي غنية شوية يمكن هتعولني لكن لما راح إليا وبالله تديني قلت ده أنا ما عنديش غير كحك لكن إليا ما تضمرش ما سألش ربنا يعني جايبني من هنا لهنا طب فين فين اللي انت خيرك مال الدنيا وفين ان انت اللي بتغمر لكن عايز اقول لك في القصه دي ان الله هو اللي ضامن ضامن وبيسد كل الاحتياج تتكلش على نفسك ولا على امكانياتك الله ضامن هو ضامن شبعك الله ضامن وعوده وعوده ما بتنزلش ابدا هو اللي امر ان يعولك مالكش دعوه انت بيحلها ازاي
لكن ليه طرقه الخاصة. الله ضامن ما تخافش من بكرة، ما تقولش الهم بتاع بكرة. يا إيليا روح، وأنا أمرت إن في حد هناك هيعولك. أنا عايز في الوقت الصغير ده وإحنا بنغمض عينينا صدق إنه هيسد كل احتياجاتك، حتى لو النهر جاف، حتى لو ما فيش غير دهنة زيت، لكن هو هيسد كل الاحتياج. دع الأمر النهاردة لمن بيده كل الأمر. قال له كده لا يقف إنسان في وجهك، ويقول إليه هذه الكلمات حي هو الرب إلا أنا واقف قدامه، حي اللي هيسد كل احتياجي. اطمن، إلهك هو الضامن، هو متحكم في كل زموم الأمور. لي للموت مخارج، عنده للموت مخارج، هو لي تدبيره. لست تفهم ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما بعد. لكن الأكيد أنه هيتدخل. الخارج غالب وهيفضل غالب. اطمن اطمن
مبارك اسم الرب. وقت مبارك نحن نعبد نسبح ونقدم ذبائح تسبيح لإلهنا المبارك. برحب بيكم في اسم الرب يسوع. أنا عارف أنه النهاردة ناس كتير ترافلينج مسافرين، لكن بشكر ربنا لأجل كل الموجودين، وفرحانة أشوف وجوه مشتاق لها من فترة. يعني خليني أنا في صراع النهاردة في الكلمة أصلا، يعني خليني بس أخذ دقيقتين أصلي من أجل الاحتياجات. ناس كتير قوي بتعاني بظروف مرضية، في خدام في مصر متعلمين وموجودين على أسرة المرض، في ناس كتير مجروحة ومتألمة، ناس مش معانا النهاردة في الكنيسة لرقاد أحباء ليهم. ربنا يسكب تعزية لكل العائلات المجربة المتألمة، والأسبوع اللي جاي يكون عندنا تعزية في الكنيسة أكيد، وقت تعزية وتشجيع لأخونا شادي وأختنا مارجريت. خلونا ناخد بس دقيقتين نصلي مع بعض، وبعدين هقول لكم اللي الروح القدس حطه في قلبي. خلونا نقف مع بعض كلنا نصلي. بنبارك اسمك يا رب، نشكرك من كل القلب، عظمك لأنك إله حي، إله صالح، إله مبارك، إله أمين. أنت كلي الحكمة يا رب. رب صلي لأجل ألام وأوجاع موجودة في وسط شعبك يا رب، ألام وأوجاع موجودة في بيوت كتيرة، إذا كانت بسبب ظروف مرضية أو إذا كانت بسبب رقاد أحباء يا رب. رب تعالى بلمسة من جلالك، ما أنت اللي لمست وتحننت وما زلت تلمس وتتحنن يا رب، فتعالى بلمسات شفاء، تعالى بلمسات تعزية يا رب، تعالى كمان ببركة خاصة لكل واحد فينا النهاردة. رب احنا جايين ومرمين على جلالك، احنا جايين ومحتاجينك يا رب، احنا جايين ومصدقين انه في من جديد، في طعام جديد، في بركة من ايدين الاله المبارك لكل واحد وكل واحدة فينا. يا رب زي ما هتزورنا الزيارة دي النهاردة، زور كل اخواتي واخواتي اللي بيشوفونا عبر القنوات الفضائية يا رب. ناس كتير قوي يمكن قاعدين دلوقتي ومحتاجين كلمة خاصة يا رب، تعالى انت بكلمة منك يا رب، مش عايزين استحسان انساني. وفعلا يا رب انا بكل تضاع باجي قدامك بقولك انا محتاج كلمة خاصة منك ليا والاخوات يا رب، فتعالى واتكلم، تعالى وشجع، تعالى واسند، تعالى وبارك، تعالى وعزي، لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضية امامك يا رب، صخرتي وولي. اسم الرب يسوع لكل المجد، امين امين. تفضلوا ارتاحوا. خليني انا هقرا جزء من سفر نحمية، ممكن مش هتكلم فيه كتير لكن اكيد في وقت من الاوقات هتكلم فيه، بس هقول لكم ليه قريت الجزء ده وليه عايز اقراه. احنا بنقرا سفر نحمية بسبب ال الأحداث اللي بنصلي إنها تكون تحول حياتنا ليونيتي ككنيسة وقلب واحد، ونعرف أهمية وجودنا ببيت ربنا كجسد، أهمية وجودنا ببيت ربنا كجسد، جسد المسيح. فده اللي جوه قلبي الفترة دي كلها. كنت بخدم الصبح لإخواتي في الكنيسة الإنجليزية، ومشيت في جو شوية غريب كان نفسي أكمل فيه، لكن خليني بس أقرأ الجزء ده أقول لكم إيه اللي قال الرب عليه، وهسيبه في إيديكم يعني مش أوعظ فيه.
في سفر نحمية، أنا قريت الأسبوع اللي فات أصحاح الأولاني عن الأخبار اللي جات لنحمية والوجع اللي كان في قلب نحمية والألم، والمدينة مدينة أبائه كانت في خراب، ولما أتكلم عن مدينة أبائه يعني أورشليم، فأنا بتكلم عن خطر موجود في وسط الكنيسة، جو الكنيسة أصلا. نحمية ابتدى يمشي في تسلسل في إزاي يقدر يتحل الأمر، وإزاي تبنى الأسوار، وإزاي الأبواب اللي اتحرقت تتعامل من جديد، بحيث أن يكون في الشعب في أمان وفي انفصال عن الخطر اللي جاي، أي كان الخطر. ده اللي كان برا، ده الشكل العام فيزيكالي، يعني الشكل العام لأسوار، الشكل العام لأبواب. لكن أصحاح 13 بيتكلم عن خراب داخلي، مصيبة داخلية، مصيبة جوه. فأنا هقراها وهسيبها معاكم، وبعدين أوعدكم هنتكلم فيها في الأيام اللي جاي. نحمية 13، أنا عارف الأصحاح طويل والوعظة تكون قصيرة، أوعدكم يعني. هنقف مع بعض هنقرأ الأصحاح ده، نحمية 13، وهقول لكم إيه اللي الرب شاور عليه وقال لي عليه. لو أنتم متفقين قولوا أمين نتغير، لو احنا مش متفقين يبقى صلي، وانا يمكن انا مش محتاج ان انا اصلي اكتر عشان اشوف هل ده الاتجاه للروح القدس فعلا قصده ولا لا. شوفوا الخطر فين، بيقول thank you so much، هقروا معايا، هقرا بسرعة. وفي ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في اذان الشعب، ووجد مكتوبا فيه ان عمونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعه الله الى الابد. دي كان وصيه انه الاموني والمؤابي ليه؟ لانهم لم يلاقوا بنو اسرائيل بالخبز والماء، بل استاجروا عليهم بالعام لكي يلعنهم، وحول الهنا اللعنه الى بركه. فالجماعه دول كانوا سبب مشكله لشعب الله، فبالتالي الله قال ما يدخلوش الى جماعه شعب الله. عدد 3، ولما سمعوا الشريعه فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. اللفيف هو مين؟ اللفيف كل من هو غريب على الجماعة، بيسبب مشاكل روحية للجماعة. لكن الكنيسة لا تلفظ أحد، الكنيسة مستشفى، الكنيسة يعني بتستقبل مرضى روحيا يعني. لكن مرات كتير قوي في وسط الجماعة بيبقى ناس يسموا الجماعة بأفكار بتبعد الجماعة عن الشريعة، عن ربنا، عن كلمة الله. فالجماعة دول فرزوهم. وبعدين يقول لي في عدد 4، وقبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت إلهنا قرابة طوبيا. طوبيا ده كان من ضمن المقومين، لو احنا هنقرأ سفر نحمية، مقومين للعمار، للبناء، للعار يتشال. فالراجل ده كان منهم. عمل ايه بقى اليشيب؟ قد هيأ له مخدعا عظيما، حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات والبخور والأنية وعشر القمح والخمر والزيت، فريضة اللويين والمغنين والبوابين ورفيعة الكهنة. وفي كل هذا لم أكن في أورشليم، لأني في السنة 32 لأرتحشت الملك بابل، دخلت إلى الملك، وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم، وفهمت الشر الذي عمله اليشيب. هقول لكم إيه القصة يعني. عمله اليشيب لأجل طوبيا، طوبيا بعمله له مخدعا في ديار بيت الله، وسأني الأمر جدا، وطرحت جميع أنية بيت طوبيا خارج المخدع، وأمرت فطهروا المخادع، ورددت إلهنا إليها أنية بيت الله مع التقدمة والبخور. إيه القصة دي؟ القصة إنه أجروا الكنيسة مفروش. عارف أجروا الكنيسة مفروش؟ يعني ابتدى اليشيب الكاهن العظيم جاب طوبيا وعمل له، قال له الكنيسة بتاعتك يا عمي، اعمل اللي انت عايز تعمله، واحنا نحط لك فيها أوضة، ونجيب لك التقدمات تجي لك انت، وكله لك انت، الكبير كبير يا عمي. وبقت كنيسة ربنا كأنها مسكنة مفروش، بيت ربنا يعني، بيت الله اللي هو بيت العباد. الرب يسوع رفض هذا الأمر لما جه، ونحمية رفضوا. نحمية طرد كل طوبيا من جوه بيت الله، طرد كل جاب الأنية، أنية بيت الله، بدل ما كانت مستخدمة استخدام إنساني جوه بيت طوبيا اللي هو جوه بيت الله،
الرب يسوع لما دخل أورشليم ودخل بيت العبادة، الرب قال لهم بيتي بيت العبادة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. قال لهم بيتي ده مش بيت تجارة، ده بيت الله. فنحمية شاف أن الدنيا خربانة، حتى بيت ربنا في خراب داخلي، في بيت ربنا في خراب داخلي. فطهر المكان وطرد طوبيا وخد الأنية رجعها إلى بيت الله وطهر المكان علشان المكان يكون مقدس. حلو. عدد 8، وسأن الأمر جدا. أنا قريت الجزء ده. عدد 10 بيقول إيه؟ وعلمت أن أنصبة اللاويين لم تعطى، يعني حقوق ربنا وبيته كانت مسروقة، بل هرب اللاويون والمغنون عاملي العمل كل واحد إلى حقله. يعني لما الرب أوصى في ملاخي 3 قال هاتوا العشور إلى خزينة بيت الله وجربوني يقول الرب، لأنه الله بيهتم بعمله ببيته، فبيته في احتياج جوا بيته، فالرب حطنا إحنا وكلاء على بيته. حتى ده اتسرق، شفتوا الخراب اللي جوا اتسرق، ما كانوش بيدوه. وبعدين بيقول فخصم عدد 11 فخصمت لله وقلت لماذا ترك بيت الله، لماذا ترك بيت الله، فجمعتهم وأوقفتهم في أماكنهم. عدد 12 وأتى كل يهوذا بعشر القمح، ابتدوا يتوبوا يعني، والخمر والزيت إلى المخازن، وأقمت خزينة خزنة على الخزائن. بعدين خزنة على الخزائن اللي هو شلمي الكاهن وصدوق الكاتب وفدايا من اللويين، وبجانبهم حنان ابن زكور ابن متنايا، لأنهم حسبوا أمناء وكان عليهم أن يقسموا على أخواتهم. وبعدين قال اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمح حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره. خلي بالكم الخطر اللي جاي، الخطر اللي جاي هو ده اللي نقصده. وطبعا كل اللي قلته خراب يعني. فنحمية بيطهر، هو عمل الحماية الخارجية انه العدو ما يجيش من بره على جوه، بس هو كمان عايز يشيل العدو اللي جوه ما يقعدش يخرب، العدو الخارجي الداخلي يخرب، ففي خراب داخلي. في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوم يدسون معاصر في السبت ويأتون بحزم ويحملون حميرا، وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل، فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام. هقول لكم الخراب ده رهيب. والسوريين الساكنين بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبيعون في السبت لبني يهوذا في أورشليم. فخصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت. لوكس فاميليار، اسمعوني، محدش يزعل مني، محدش يزعل مني. لوكس فاميليار، يوم الرب، يوم الرب مقدس ان انا اكون مع الجماعه في بيت الرب. المصيبه بقى بيوم الرب، بيت يوم على كل لون، يوم الرب اعمل فيه كل حاجه، نبيع نشتري نروح نعمل نفسح ناخد فيكيشنز، ان مش غلط، لكن لو أنا الهدف مني أنا بكسر يوم الله، أنا بكسر يوم الله وما كنتش وسط الجماعة في يوم الله، ده خراب داخلي، ده خراب داخلي. نحمية قال لهم ده يوم الرب، ده اليوم اللي الجماعة تكون معا، ده اليوم اللي نجتمع معا في 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 الهيكل، في الأماكن العبادة، إحنا نقعد مع بعض كجسد واحد. بدل ما انتوا خليتوا اليوم ده كجسد واحد، انتوا خربتوا الدنيا وخليتوا اليوم ده تجيبوا حاجات للبيع وللشراء جوه بيت ربنا في اليوم المقدس. بقينا كل حاجه تيجي على دماغنا يوم الاحد، كل حاجه، كل حاجه تيجي على دماغنا يوم الاحد، محدش يزعل مني، كل حاجه بتيجي على دماغنا في يوم الرب. يعني لو عندي انا يوم فري، يوم الثلاث او الاربع او الجمعه او الاثنين او لا، اخليها اليوم الرب. فالجماعه كان في خراب موجود في وسط الجماعه في اورشليم، لان كل حاجه كانت يوم السبت اللي هو بقي بالنسبه لينا ككنيسه هو يوم القيامه، هو يوم الاحد اول اسبوع. فسائل امر جدا جدا في عيني نحمية، صعب عليه جدا جدا واتضايق، مش اتضايق، وابتدى ياخد قرار. عمل ايه بقى القرار؟ اسمعوا القرار. عدد 17 رجع له تاني، فقسمت عظماء يهوذا الناس اللي هم المفروض مسؤولين عن الامور دي، وقلت لهم ما هذا الامر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت. انا مش بتكلم احبائي ناموسيا ولا بتكلم فريسيا، انا بتكلم على اهميه يوم الرب، انا بتكلم على اهميه وقداسه يوم الله.
أنا بتكلم عن يوم القيامة، أنا بتكلم عن اليوم ده، يوم مهم جدا جدا. اليوم ده مش يوم أفكر في أي حاجة أعملها، نزور بعض، نقابل بعض، نأكل مع بعض، نشبع مع بعض، نفرح مع بعض، نطلع البحر مع بعض. إمتى؟ يوم الرب. فقال لهم ده سائل أمر في عيني الله وسائل أمر في عيني نحمي. فنحمي خد قرار إن الأمر ده ينتهي تماما. بعدين عمل إيه؟ عدد 18: ألم يفعل أباءكم هكذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر؟ أهملنا شركتنا مع بعض، وجودنا بيت الرب مع بعض، عبادتنا مع بعض. عندما أهمل هذا الأمر الرب جاب شر. بيقول إيه بقى؟ بيقول نحمي الكلام ده تاريخيا، إنه يوم الرب اللي هو يوم السبت زمان، يوم الرب يوم القيامة، يوم الأحد دلوقتي، كان السبوت لازم تقدس للرب، السبوت دي للرب. الشعب لأنه خان الرب، الرب خد حق سبوته. عارفين يعني إيه؟ يعني الرب خد سبوت اللي هي الشعب كان لازم يكون أمين فيها، الرب خدها وخد الشعب في السبي علشان يسترد سبوته. كلام صعب. خد الشعب للسبي والإهانة عشان يسترد حق سبوته. ولما تحصل أمور معانا بنستغرب. يوم الرب، بيت ربنا، وجودنا كجسد بتوجع، يعلم ربنا بتوجع، وكلكم كقديسين بتتوجعوا لما نشوف ان يوم الرب وجودنا كجسد المسيح مع بعض كجماعة بقي امر يستهان به. طب فين فين البركة؟ طب فين الكلام الجميل الموجود في اعمال 2 وكل سفر الاعمال ان الكنيسة كانت معا، الجماعة معا، الكل معا، الكل موجود معا بقلب واحد معا؟ ده مش موجود. فنحمية شافه، عشان كده أنا قصدت أقرأ صحة 13. بقول لم يفعل أباءكم، عدد 18: هذا فجلب إلها علينا هذا الشر اللي هو السبيع وعلى هذه المدينة، وأنتم تزدون غضبا على إسرائيل ستدنسون يوم الرب. يدنس يوم الرب. وكان لما أظلمت أبواب أورشليم قبل السبت، إني أمرت بأن تغلق الأبواب، وقلت ألا يفتحوها إلى ما بعد السبت، وأقمت من غلماني على الأبواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت. محدش يدنس يوم الرب، محدش يبوظ القداسة اللي الرب وضعها وسط الشعب، إن الشعب يحترم كلام الله، يحترم ويقدس كلام الله. أنا مش بتكلم كلام حرفي، أنا بتكلم كلام خطير جدا يا أحبة، كلام في غاية الخطورة عن أهمية يوم الرب. أمر خطير جدا جدا، أمر خطير جدا. يوم ربنا بقي لعبة في إيدينا، يعلم ربنا يوم الله بقي لعبة. يوم ربنا نعمل أي حاجة تخطر على بالنا، أي حاجة بسهولة بسهولة، وبقي جوانا مرتاحين. نحمي قال لهم ده أنتم مش مرتاحين، ده الله جلب علينا هذا الشر لأن احنا أهملنا إن احنا نكون كجماعة معا، مقدسين معا، نكرم ربنا معا. فنحمي ما اتبسطش وشاف إن ده شر. عدد 20: فبات التجار وبائعوا كل بضاعة خارج أورشليم مرة واثنين. خلاهم يبقوا برا، اللفيف اللي بيدخلوا عشان يدنسوا الشعب، خلاهم يباتوا برا حتى ما يأسوا. عدد 21: فأشهدت عليهم وقلت لهم لماذا أنتم بائتون بجانب السور؟ إن عدتم فإني ألقي يدا عليكم، يتقبض عليكم لأنكم بتدنسوا الشعب. ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت، وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم الرب، لأجل تقديس السبت. بهذا أيضا أذكرني يا إلهي وترأف علي حسب كثرة رحمتك. أنا مش هكمل باقي القراءة لأن الجزء اللي باقي لي كنت هومورك عن الفساد الموجود داخلي جوه البيوت جوه العائلات. أمين. فضل. مش عارف الحقيقة نفسي أكمل في نفس الاتجاه. خلينا أكمل في نفس الاتجاه. الله عايز ولاده ينفصلوا. ده اللي عمله نحمية. نحمية شايف إن في خطر موجود على الجماعة، فعايز يعمل انفصال للجماعة. انفصال للجماعة. الانفصال بدأ ببناء الأسوار، فالناس ما تقدرش تعدي،
وشيد الأبواب فحمى البلد، محدش يقدر يدخل، نسمح إحنا مين يدخل ومين ما يدخلش، فشيد الأبواب. خلي بالكوا فكرة الانفصال فكرة أو حق يعني في الكتاب مهم قوي قوي من العهد القديم. نحمي يتكلم عنه، هقرأ لكم عددين وأنا هكون مختصر قوي في التلت ساعة اللي جاي. في لوين 19:19 اسمعوا اللي قالوا الرب. الفرائضي تحفظون، بيقول لا تنس بهائمك جنسين، وحقلك لا تزرع صنفين، ولا يكن عليك ثوب مصنف من صنفين. حاجة غريبة قوي، يعني بيقول خلي بالك، ركز معايا، خلي كل اللي انت تزرعه صنف واحد، نوع واحد، عشان ما تتلخبطش وده يدخل في ده يعني. واللبس اللي بتلبسه ما يكونش مشكل. زمان ما كانوش يلبسوا، خلينا اقراها في تسنية 22. تسنية 22 بيقول ايه؟ اذا بنيت بيتا جديدا فاعمل حائطا لسطحك لألا تجلب دما على بيتك إذ يسقط عنه ساقط. من فترة قريبة، مش من قريبة قوي، لا من فترة بعيدة يعني، كان أخويا الأصغر مني كان في المدرسة، وأختي الأصغر من الأصغر اللي بعديها يعني، كانوا الاثنين بحبوا بعض قوي. فمجدي ده دخل البيت وما كانش فيه سور، فلوريس اللي هي الأصغر من البنت اللي بعد مجدي اترمت عليه عشان مشتاق لأخوها، فالاثنين وقعوا من الدور الفوقاني، وربنا أقام لوريس بمعجزة يعني، خدت غيبوبة فترة طويلة، كانت طفلة صغيرة. هنا بيقول خلي بالك اعمل سور، لما تبني بيت جوه بيتك اعمل سور، ده بيتكلم على الانفصال. خلي بالك عشان ما يكونش في خطر على البيت يعني. وبعدين قال ايه؟ لا تزرع حقلك صنفين لألا يتقدس الملء، الزرع الذي تزرع ومحصول الحقل. بعدين قال لا تحرس على ثور وحمار معا، لا تلبس ثوبا مختلطا صوفا وكتانا معا. يعني ما تلبسش، احنا دلوقتي بنلبس الجواكت حتى منها صوف، حتى منها قط، حتى منها حرير، حتى عادي يعني عادي. بس الروح القدس عايز يقول خلي بالك في انفصال، في حاجة لازم تخلي بالك منها تكون محددة. فقال الأمثلة دي موجودة في العهد القديم. اللي أنا عايز أقوله هقول بس ثلاث حاجات بسرعة في مراحل مهمة قوي. عشان يتم الانفصال يبدأ الانفصال بقبول المسيح مخلص، فأنا بنفصل عن الخطية. معايا؟ يعني أنا ببدأ القصة دي أن يعني الخطية بتاعتي اللي هي خلاني مش منفصل للمسيح، الرب يسوع لكل المجد حملها على الصليب ووضع لي إثم جميعنا، فبالتالي أنا ما ينفعش أقول أنا منفصل عن الحاجات اللي حواليا. أنا بتكلم روحيا مش بتكلم زمنيا ولا جسديا، أنا منفصل جوه بيت ربنا، أنا منفصل في علاقتي مع المسيح، وأنا عايش صورة قال عنها في تيموثاوس الثانية 3. هتنا الجزء ده، هتنا عدد الجزء ده، تيموثاوس الثانية 3. قريت الجزء ده في اجتماع الصلاة لسه من أول امبارح يمكن، أو يا تقريبا أول امبارح. في تيموثاوس الثانية أصحاح 3 بيقول كلام هقرأ معاكم وإنتوا حكموا عليه، إنتوا حكموا عليه. هل إحنا في منه دلوقتي ولا دي حاجة مفيش منه؟ نقرأ مع بعض. بيقول ولكن أعلموا هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. لا أيام دي يعني إيه اللي بيحصل؟ يلا اقروا معي. لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، هات بلا حنو، بلا رضا، ثالبين. يعني ايه ثالبين؟ ثالبين يعني ايه ثالبين؟ ثالبين يعني بيتكلموا كلام سلبي وعايشين في حياة النميمة. ثالبين يعني يدمروا بعض. ثالبين يعني ينهشون بعضهم بعضا. ثالبين يعني ما نسيبش واحد في حاله. هذه ثالبين. اوكي؟ طيب. ثالبين هاتلنا العدد اللي قبله.
عدد اللي قبله عدد ثلاث، هتنعد ثلاثة عادة. بلا حنو بلا رضا سالبين عادمي النزاهة شرسين غير محبين للصلاح خائنين مقتحمين متصلفين محبين للذات دون محبة الله. ها يلا، لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها فاعرض عن هؤلاء. ايه رأيكم ده في الأيام الأخيرة؟ شايفينه؟ لا بجد شايفينه؟ شايفين وسط الأشرار ولا في وسط الكنائس؟ في كل حتة مش كده؟ عشان كده لما اتكلم عن الانفصال انا بتكلم عن الانسان اللي بياخد قرار قلبي جوه قلبه وهو بيسمع كلمه ربنا، بيستقبل كلمه ربنا ويقول للرب يسوع ارحمني انا خاطي، فبينفصل، ينفصل عن الخطيه. تبقى عن خطيه، عن خطيئة جدا، كتاب عن خطيه خطيره. الرب يسوع لكل المجد حمل في جسده على الصليب الخطيه. فوانا باخد قرار ان انا انفصل عن الخطيه، خطيه رهيبه بالنسبه للانسان، مدمره بالنسبه للانسان، فالرب يسوع وجد لها حل بالنعمه، وجد حل. فعايز الانسان ينفصل عن الخطيه، ينفصل عن كل ما الخطيه، ويعيش للمسيح، ويعيش الكلام الموجود في كورنثوس الثانيه 5:17 بتقول ايه؟ اذن ان كان احد في المسيح فهو ايه؟ فالانفصال يبدا من هنا. ما ينفعش ابقى اقول انا منفصل عن الخطيه وانا عايش الايه الموجوده في تيمساوس الثانيه 3 لسه موجوده عدد 5 لهم صوره التقوى لكن منكرين قوتها. يعني ايه صوره التقوى؟ يعني جوه الكنيسه انا سكر، اقول للناس ربنا يباركك، ربنا يباركك، ازيك، عامل ايه، وحشتني، واطلع من الكنيسة وأنا مختلف. لازم أتغير، لازم يتم التغيير. الانفصال يبدأ من اللحظة أن أنا بقبل المسيح في حياتي مخلص. عشان كده نحمية قال لهم يا أخواننا خلي بالكم في خطر كبير جدا جدا جدا، أنتم عايشين على كل لون وبكل لون ومش عايشين منفصلين لربنا، فأنتم في حاجة إلى التوبة. لازم ترجعوا لربنا، لازم نرجع لربنا. دي بداية الانفصال. انفصال حاجة مش محتاجة نقاش مع النفس. أنا عايز أعيش زي ما قال الكتاب، أبقى خليقة جديدة. الراجل مليان بالقسوة، مليان بالشر في أعمال 16، وأنا كنت أتكلم من أعمال 16 النهاردة، مليان بالشر، مليان بالقسوة، ضرب البولس وسيلة لما بهدلهم، وبعد ما ضربهم مرتاح. لكن لما انفصل، لما سمع كلمة الله من بولس، آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك، تحول إلى إنسان آخر. قعد يغسل جروحهم، ينظف جروحهم، يغسل رجليهم، استقبلهم، اتغير. انفصال بيبدأ بالقرار، انفصال بيبدأ توب وارجعوا. الانفصال يبدأ إن أنا أقبل المسيح مخلص. الانفصال طاعتي، الانفصال طاعتي لربنا. ده أول مشوار، انفصال عن خطية اللي مات لأجلها الرب يسوع على الصليب، خليني إنسان جديد، خليني أخذ خطوة بعدها. رسول بولس بيتكلم في رومية 7، في رومية 7 صرخ صرخة، خليني أجيبها. في رومية 7 بولس هو بيتكلم عدد 23، عدد 23 بيقول ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي، لكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. في حاجة جوة تاني عاملة مشكلة. يعني أنا دخلت في مشوار، إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، أنا بيت خليقة جديدة، أنا خليقة جديدة، لكن في حاجة جوة عاملة حرب داخلية. معرفش حد فيكم حاس بيها ولا لا، كلنا حسينا بيها. يعني انا ابن ربنا بس مره فوق مره تحت، انا بنت ربنا بس مره العالم يشدني من هنا وده يشدني من هنا، واجي جوه الكنيسه اتبكت من هنا، وهكذا.
ففي صراع داخلي. فبولس قال، بولس قال عاش الصراع ده، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. بعدين صرخ وقال: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ في حرب داخلية، في حرب جوايا تحتاج إلى انفصال. الحرب اللي جوايا على فكرة كورنثوس الثانية 5:17 أنا بقسمها لحتتين. كورنثوس الثانية 5:17 بتبدأ بقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. ده الانفصال الأولاني. طب الانفصال الثاني: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديد. طب الأشياء العتيقة دي بتاخد وقت؟ آه بتاخد وقت. فبولس بيقول إن في أشياء عتيقة جوايا، في عتيق جوايا، في حاجة ساكنة فيا، في حاجة تشدني لتحت، في حاجة مخلياني مش قادر أعيش حياة القداسة اللي المفروض أنا أعيشها كمؤمن، مش قادر أعيش حياة القداسة لأن في صراع داخلي. هذا الصراع الداخلي بولس قال عنه في أفسس 4، في أفسس 4 بعد ما تكلم في رومية 7، في أفسس 4 قال عدد 22: أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. يبقى في حاجة جوه، في صراع داخلي جوانا، فاحنا محتاجين انفصال تاني اسمه انفصال حياة القداسة، انفصال التقديس، نعيش بالكامل ربنا. هو ده الانفصال. انفصال اللي 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 شبهه واحد من ال، يمكن سمعتوا الكلام ده مني او من خدام كتير، الهنود اللي هم كانوا في امريكا، الهنود الحمر مش الهنود اللي بتوع الهند. واحد منهم الرب غير حياته، فهو عمال يصارع، عمال يصارع، هو عايز يعيش ربنا بس حاجه تشده لتحت، عايز يعيش ربنا حاجه تشده لتحت. فقعد الصراع ده فقال: جوايا في كلبين، كلب شرس وحش وكلب حلو، والكلب اللي وكله أكتر هو اللي بيكبر، هو اللي يسود. فلو أنا الطبيعة الداخلية اللي هو العتيق اللي فيا، اللي هو اللي بيميل للعالم للأرض يعني، كل ما أنا وكله يكبر، كل ما أديله، طب إلا أدهوله، أديله الحاجات اللي قال بعض منها في تيمساوس الثانية 3: محبة الذات، محبة اللذات، محبة العالم، محبة المال، كل الحاجات دي عمالة أوكله أوكله أوكله. واحد يقول لي هو الحاجات دي ممكن تكون خطر، 100% خطر، لأن رغباتي المقدسة الداخلية بتخلي اللي جوايا كويس يكبر. عشان كده الرسول قال: الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ده انفصال تاني. الانفصال الأولاني مهم قوي، أن أنا أبدأ السلم، أنا أقف على أول السلماية اللي هي نعيش في المسيح خليقة جديدة. الانفصال الثاني أن أنا أعيش حياة القداسة، الانعزال اللي نحمي حارب من أجله، قال لهم: يا أورشليم، يا مدينة الله، يا اللي قلب الرب المفروض يفرح بيكي، يا أورشليم لازم تعيشي مقدسة، مش القضية قضية سورة عمل، ولا القضية قضية أبواب اتشيدت، لكن القضية قضية فساد داخلي جوه، حاجة غلط لازم تتطهر، لازم تتشال. ده الانفصال. فالانفصال مش مجرد كلمة بتتقال، لكن انفصال بدأ به الكتاب وقال إنه بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان، ذلك ليس منكم، يعطى توب وارجعوا لتمحى خطاياكم، تأتي أوقات الفرج مع الرب. ما ينفعش أبقى أنا بقول إن أنا مؤمن وأنا حياتي فيها صورة التقوى، إن أنا في البيت أعمل وأشتم وأودي وأروح وأجي، في العربية بعمل وأنا ماشي، حتى السواقة يعني. أنا بتضايق قوي قوي لما مرات يكون واحد يزنق عليا وأنا أتنرفز أتعصب، عايز أقول حاجة ألم نفسي. ليه؟ لأني لازم أكون قديس في كل سيرة. مهم. ده انفصال. قضية مش لعبة عيال الكنيسة. مرات كتير العدو يحاربني، يقبلوها مني أو ما تقبلوهاش. مرات العدو يحاربني بيقول big danger، الأيام السودة اللي احنا فيها دلوقتي، إن في لعبة اسمه كنيسة. We play a church. لعبة اسمها كنيسة. زي ما بنعمل أي لعبة.
فالله النهاردة بيقول ما ينفعش الكنيسة تلعب جيم، ما ينفعش المؤمنين جوا الكنيسة يلعبوا جيم، ما ينفعش ان انا اخد الانفصال مجرد كلمة بتتقال وعيش صورة التقوى. ما ينفعش، القضية مش قضية حضور اجتماع، it doesn't matter. القضية قضية حضور قلب، القضية قضية ان انا بقول زي ما الكتاب حثني ان انا اكون قديسين في كل سيرة، نحن نعيش حياة الانعزال والانفصال، نبتدي نعمل كده سور وحماية وما نسمحش العدو يحاربنا من جوه. طب هل في ادوات تساعدني على حياة القداسة؟ 100% 100%. دم يسوع المسيح ابنه بيطهر من كل خطيه. لو انا استقبلت دم المسيح يوميا على حياتي واقول له موتك لاجلي، معنى الدم المسيح يعني موتك لاجلي، ان انت مت لاجلي، انت شلت خطيتي ووضع عليك اثم جميعنا، انا خطيتي اتشالت على الصليب، انا مصدق انك هتديني معونه الايام اللي جايه اعيش كده. كلمه الله يوحنا 17:17، قدسهم في حقك لان كلامك حق. كلمة ربنا، كلمة ربنا اللي مش واخدين بالنا منها خالص اليومين دول، كلمة ربنا اللي بقيت دلوقتي نسمعها يوم الحد في الكنيسة أو لو أنا قعدت قدام التلفزيون سمعت وعظة، لكن أنا مش مشغول إن أنا أقرأ كلمة ربنا لأن كلمة ربنا بتقدسني نقيني. هل في حاجة تانية تقدسني؟ الروح القدس. لو أنا ديت مجال لروح الله القدوس يسكن فيا وديله الملكية على حياتي، الروح القدس بيقدس لأنه هو روح الله القدوس. طب ليه بيزعل الروح القدس؟ هو بيزعل كتير، هو بينطفي مرات، هو بيحزن كتير. بينطفي لما أنا أبقى مؤمن، المفروض أكون عامل في بيت الله، أنا مؤمن عندي وزن عشان أستخدمها لعمل الله وما بعملهاش، بينطفي. لما يقول حرين في الروح عبدين الرب، مفيش حرارة، اطفت، أحس إن أنا إنسان عاطل يعني بلا عمل. طب هل الروح القدس بيحزن؟ طبعا لازم يحزن، عشان كده رسول بولس حذر الإخوة في أفسس 4:5 وقال لهم خلي بالكم لا تحزنوا روح الله القدوس الذي بيه ختمتم. مرات كتير قوي الروح القدس جوايا بيكتئب وبيحزن لما بيشوف في حاجة مش مظبوط. هل الروح القدس بيقدس؟ آه. طب بيقدسنا احنا مش واخدين بالنا منه، بتكلم عنه كتير قوي قوي، مزمور 133. عارفين اللي بيقدسنا؟ هو ذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوه معا، سدهن الطيب على الراس، النازل اللحيه لحي ترون، نازل الطرف ثيابه. كان يتقدس الكاهن بزيت المسحه، وتالي لما نبقى معا جسد المسيح معا احنا بنتقدس، الراس بيفرح. عشان كده ليه بقول ان يوم الرب ده مهم، ان احنا كجماعه مهم جدا نكون مترابطين معا، كجماعه نمسك ايدين بعض، كجماعه نقدس بعض، كجماعه نبارك بعض، كجماعه ان احنا نكون دايما موجودين مع بعض، عشان لو اخويا وقع في زله او حاجه صعبه يلقى اللي يسنده. احملوا بعضكم اثقال بعض، فانا اسند اخويا. السنده دي بتقدسه، السنده دي بتقدسها. الانفصال بالتوبة عن الخطية، الانفصال بحياة القداسة. خليني أقول لكم آخر انفصال عشان مهم قوي. انفصال مش عارفين نعيشه لو من دولة لأنه وقع، اللي هو الانفصال عن الرغبات اللي بتخليني أشوف بهرجة العالم وجمال العالم وحلاوة العالم واللي موجود في العالم، فأنا ما عنديش رضا، عايز 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 على طول. بسميه انفصال الرضا والاكتفاء والشكر. هل ده انفصال؟ طبعا طبعا 100% انفصال، 100% انفصال. ان انا عيني ما بتبصش على اللي في العالم وايه الموجود في العالم، شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، فانا كل اللي انا عايزه عمال ابص على دولة. ابقى مؤمن، المفروض انا مؤمن مقدس، المفروض انا مؤمن بحب ربنا، لكن عيني بتبص على الاضواء والبهرجة اللي برا، فما فيش فرق بيني اطلاقا وبين اللي في العالم خالص خالص. شكلي شكلهم، كلامي كلامهم، طموحاتي طموحاتهم، اللي عايزينه انا برضو انا عايزه، بالطريقة الصح هاخده، بالطريقة الغلط هاخده، بأي مستوى هاخده، فما فيش انفصال، ما فيش انفصال.
قلت الكلام ده الصبح بس هقوله تاني. حاجات اللي مرات بتبرجل عقلي، انا ما اعرفش انتم معايا ولا لا، مش عارف، لكن بيبرجل عقلي بسبب ان انا عايش في البلد دي ليا دلوقتي يمكن 33 سنه. الاخ ايميليا يكسب قبلية، بس ببص على كلمه احتياج في المنطق بتاع امريكا. يعني مثلا ايه؟ يكون في حد عنده ظروف احتياج، اكيد اكيد في مؤمنين عندهم احتياج اكيد يعني، بس لو انا عندي اقامه في البلد دي المفروض كملوا موضوع عن الناس سبت الشغل اليومين دول، حدش بيشتغل. تعرفوا ليه؟ عشان مستر ترامب ومستر بايدن اكرمنا. انا بتكلم جد، بتكلم سيريس. عايزين تعرفوا الاحتياج؟ تعالوا معايا السودان، روحوا جنوب السودان، عارفوا الاحتياج؟ تعال الحبشة. عايز تشوف الاحتياج؟ روح شوف قرى مصر في الصعيد، الناس اللي مش لاقية القوت الضروري، هو ده الاحتياج. خليني أقول لكم على حاجة. مرة من المرات وإحنا قاعدين في قاعدة مع الأحبة اللي هم عندهمش احتياج، هم عندهم ملء داخلي، قعدنا نحكي في كلمة ربنا ونقرأ الكتاب ونحكي يمكن لحد الساعة 2 تقريبا، 2 الظهرية. وبعدين قالوا طب هنتغدى، احنا ما فطرناش اصلا لان ده مش مقرر، الفطار ده مش مقرر، الفطار ده عندهم ده مش مقرر. فقالوا نتغدى، اللي هو الاكله هي بس دي الوجبه اليوميه مفيش غيرها. فالاخت جابت حبه دقيق وعجنتهم وعملت عجينه، جابت نقطه زيت حطيتها على حاجه زي الطاسه كده، الطاسه دي مصديه قوي قوي بس اوكي يعني. وبعدين حطيت عليها وحطت حتة العجينة وراحت عملتها زي كده يعني حتة رقاق مش عارف هي ايه اصلا. وبعدين جابوا قدام كل واحد فينا واحدة، فانا بقول لهم ده الابيتايزرز، قالوا لا ده الاكل. وبعد ما اكلوا، بعد ما اكلوا خدنا وقت صلاة، وبعدين قعدوا يرنموا وابتدوا يرقصوا فرحانين. قلت ايه الجمال ده؟ قلت احنا منا بجد، احنا منا اصلا يعني. طب احنا ليه ما عندناش والكسوة نكتفي بهما؟ طب حلو قوي. طب ليه احنا مش مليانين بده؟ ليه مش منعزلين عن ده؟ ليه مش منفصلين من ده؟ ليه دايما العين مش شبعانة؟ أندرو ابني لما كنا نروح مطعم، أكيد ولادكم كانوا بيعملوا كده وما زالوا بيعملوا، لما كنا نروح مطعم اللي هو أوبن بوفيه، بعدين يجيب يملى الطبق قوي 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 كده ويأكل منه 4 معالق يركنه على جنب ويروح يجيب واحد تاني. يا ابني ده أنت مليان قوي، ده يوكل 15 واحد في البلاد اللي هم الناس الغلابة دول. يقول لي بابا أصل عيني بتشوف أكتر ما بطني عايزة. ليه ما عندناش اكتفاء؟ ليه ما فيش سور قناعة حوالين عينينا حوالين رغباتنا؟ ليه مش قادرين نعيش ده بجد؟ يعجبني قوي قوي إبراهيم كان عنده سور قناعة جوه، كان عنده سور أنه يرفض يأخذ من العالم اللي المفروض ما ياخدوش من العالم. فلما راح أنقذ ابن أخوه وأنقذ المسبيين وتقابل في نقطة الامتحان الداخلي لحياة القناعة، المبدأ العالمي يقول البحر عايز زيادة، ومبدأ القناعة يقول مكتفينا بما عندكم. مبدأ القناعة بيقول في صلاة بنقولها ومرات مش بنقولها صح، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. بجد احنا بنعمل كده؟ فابراهيم قال له لا انا عيني شبعانه، لان النفس الشبعانه بتدوس العسل. انا عيني شبعانه ولان عيني شبعانه انا انفصلت وانعزلت عن كل ما يقدمه العالم اللي بيقدمه للعالم. ممكن ربنا يباركني يباركني، ممكن ربنا يديني بوسع يديني بوسع، ممكن ربنا يديني فيض يديني فيض، ولانه اداني فيض انا بكرم الهي وبكرم مسيحي، بكرم إلهي وأكرم مسيحي.
أكرم إخواتي، أكرم بيت ربنا عشان يكون في بيت طعام. لكن لو أنا مش قادر أعيش حياة القناعة الداخلية والرضا الداخلي، بالتالي الانفصال يبتدي ينكسر، وعمال أدور على ما في العالم، وأنا عايز أشبع نفسي بما في العالم، أضواء العالم، بهرجة العالم، إيه اللي بيدي العالم، حتى لو جاء عن طريق غير شرعي، حتى لو جاء عن طريق غير قانوني برضو أنا هاخده. دي أسوار مكسورة، دي أسوار مكسورة. عشان كده لحمية حط الأمر الخطير ده وقال ما ينفعش الأسوار تتكسر، ما ينفعش. الانفصال عن الخطية بالتوبة الحقيقية، توبوا ورجعوا تمحى خطاياكم، تأتي أوقات الفرج من عند ربنا. عايز تتفرج، إذا الأبواب تتفتح، توبوا ورجعوا. ده الصور الأولين، ده الانفصال الأولين. الانفصال الثاني ان انا ابتدي اللي جوايا عمال يحاربني من جوه، اللي عمال يدمر فيا من جوه، اللي بيوجعني من جوه، اللي بيخليني مش قادر اعيش حياه الارتفاع من جوه، اللي مش قادر بسببه اعيش مؤمن مثمر من جوه، فبالتالي لازم اعيش حياه القداسه. الصراع الداخلي يتخلع من جوايا، اكون قديس في كل سيره. ده سور، ده انفصال. الانفصال الثالث، ازاي عينيا تبقى شبعانة وقلبي شبعان بجد بجد. ده امتحان مهم للمؤمنين، امتحان مهم ليا. كان بابا دايما يقول لي يا ابني لما تبقى شبعان كل اللي معاك يبقى بتاع ربنا وبتاع اخواتك. كان دايما يقول لي التعبير ده، لو انا شبعان انا من كل قلبي بدوس على كل اللي قدام عيني وأقول يا رب كل ما عندي لك يا ربي، لك ربي أهدي كل ما عندي. شبعان راضي جوه عند الرضا. دول ثلاث أمور مهمة جدا نفصل فيهم: توبة ورجوع، حياة القداسة، حياة الرضا، حياة الاكتفاء. خدهم معاك، فكر فيهم، صلي من أجلهم، شوف الروح القدس بيقول لك إيه فيهم، شوف الدملاية اللي وجعاك فيهم وقول له يا رب أنا الحتة دي أنا موجوع فيها. وأنا أول واحد بقول أنا موجوع في الحتة دي يا رب، أنا عايز أعيش انفصال صح، عايز أقول اللي هيغنيني ربنا مش الناس، عايز أقول اللي ملأ قلبي بالفرح ربنا مش الأمور العالمية، عايز أقول إني وجودي في المسيح رفع راسي وأكرمني، عايز أخرج من دائرة صورة التقوى. أمين؟ أمين؟ طب تعالوا، تعالي عادي، خلونا نقف دقيقتين بس هنصلي مع بعض. وأنا نفسي الوقت اللي جاي بجد نصليه بجد. ربنا عايز مؤمنين يدركوا مفهوم الانفصال، مفهوم إن أنا بقيت مخصص ليسوع المسيح، ملك يسوع المسيح. لما كنا بنرنم زمان الترانيم اللي مش أنا ملك الفاد اللي فداني، أنا ملكه، أنا بتاعه، يا بتاعه يا مش بتاعه، يا ملك ربنا يا مش ملك ربنا. حياة الانفصال تخليني أعيش مفيش جوايا صراع ورغبات العالم. أساف لما بص على الأشرار، أساف لما بص على الناس بتكسب إزاي وعايشة إزاي، أساف اتضايق وقال له ربنا ليه طيب. فالرب قال له انت ليه مش منفصل يا اساف؟ فقال له يا رب انفصل ازاي؟ قال له ادخل الى المقادس، اقعد قدامي يا اساف، وانت قاعد قدامي عينيك هتتملي بيا، وانت قاعد قدامي هتشبع بحضوري، وانت قاعد قدامي مفيش حاجه تشدك في العالم، وانت قاعد قدامي هتقول لي من لي في السماء ومعك على الارض لا اريد شيء. لما تكون قاعد قدامي حياة الانفصال، انفصال عن خطية، انفصال عن الصراع الداخلي والعتيق اللي بيدمر فيا جوه، وجعني جوه، منع عني الفرح، الانفصال عن ما في العالم ورغبات العالم، فعيش حياة الاكتفاء، حياة الرضا. بارك اسمك يا رب. تعالوا نرنم الكلمات اللي جاية، بعد ما نرنم هنصلي مع بعض.
لست أحتاج سوى الدعامات اللي بتدعم بيها حياتنا عشان نعيش في النور يا رب.
عشان ننفصل عن الخطية، عن العالم، فصل عن عتيق اللي جوانا اللي عمال يشد فينا لتحت ويأذينا، نفصل عن رغباتنا الأرضية، نعيش حياة الرضا يا رب، نعيش حياة القناعة، نعيش مكتفين بما عندنا. اعمل سور حوالين نفوسنا يا رب عشان نفوسنا تشبع، لأن النفس الشبعانة تدوس العسل. مليه في السماء ومعك على الأرض لا أريد شيء. ثبت الكلام ده غنى في كل قلبي يا رب. بارك إخواتي وأخواتي، بارك الكل مشاهدين اللي بيشاهدونا على قناة الكرمة، كل شعبك يا رب، ادينا نعيش فرضاك. ايدك ممدودة لينا برضا، كفاية علينا رضاك يا رب، كفاية علينا رضاك يا رب. اشكرك لأجل بركاتك لينا، اشكرك لأنه تدينا بغنى واحنا بنقدم عشورنا، احنا بنقدم عطايانا، بندي فرح يا رب، لأن المعطي المسرور يحب الرب، اسم الرب يسوع.